نتواجد حاليا بالملعب البلدي بالقصيري، والتي تحتضن ارضيته المكسوه بالعشب الاصطناعي، الجوله الرابعه من بلاي اوف عصبه الغرب المؤدي الى قسم الهوات، والذي سيجمع بين عمل بالقصيري ونادي سابو. القنيطره 36 ستكون حاضره لتغطيه هذه المباراه ان شاء الله. المقابله ان شاء الله غتجرى في اجواء رياضيه وغتكون في مستوى رائع، وكنتمناو التحكيم يكون في مستوى بحال المقابلات اللي جراو قبل، وكنتمناو والله اللي يلعب مزيان يربح. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم عبد الحكيم عبيد، مهاجم فريق عامل بالقصيري. الحمد لله لحد الان غادي في الطريق الصحيح لتحقيق حلم الصعود. ان شاء الله غادي نحاولوا نيغوسيو هذا الماتش اللي جاي كونتر فريق كنكسبو الكونيطيري. غادي نحاولوا نكسبوا ثلاثه النقاط ان شاء الله اللي غادي تخلينا نزيدوا خطوه للامام لتحقيق الصعود ان شاء الله. وكنتمنى الخير لهذا الفريق هذا باش يزيد لقدام، لانه فريق كبير. القراءة ديال الماتش المقبل ان شاء الله، حنا تنيكوسيو ماتش بار ماتش، مازال حتى شي حاجة ما تحسمات. الانسان واخا فرحنا حنا الحمد لله مدينة متعطشة وهذا فرحنا، كان شوية الافراط في الفرحة، ولكن اون باراليل خصنا ننبهو اللاعبين باش يعني يفرحوا بدي 3 بوا، ماشي يفرحوا حيت الصعود ولا حتى شي حاجة مازال ما تحسمات. الفروق بربعة باقي عندهم عندهم امل ديال الصعود، دونك حنا كنيغوسيو ماتش بار ماتش. حنايا الموتيفاسيون ديالنا هو الجمهور ديالنا اللي كما شفتوا كيتبعنا في جميع المقابلات، لا خارج الميدان ولا داخل الميدان. حنا ان شاء الله الرحمن الرحيم الماتش اللي فات غادي نساوه، حنا ابتداء من اليوم الماتش اللي جاي هو كنكسبو واخا لعبنا معاهم. دوك راه الماتش ما كيشبه ماتش، دونك هما ما عندهم ما يخسروا، بالعكس لا بريسيون غادي تكون علينا حنا، نحاولوا نحيوا الدراري قدام الجمهور ديالنا، وخصنا نكونفيرميو دوك النتائج اللي قمنا بهم. دونك حنا ان شاء الله البريمير سيونس اليوم الماتش السبت. كتدخل كنيترا 36 كنيترا 36 تليفون ولا اي حاجه؟ تعال بسم الله الرحمن الرحيم. فهمي بن عيسى مسير فريق نادي عمار المقصري مدة سنتين، ومحب منذ الصغر. الفريق ديالنا غادي في الخطوة الصحيحة، حيت أن سجلنا 72 إصابة هذه السنة إن شاء الله، والهدف ديالنا سجل 27 إصابة. ولحد الآن حنا عندنا 7 نقاط، والمطارد ديالنا المباشر هو خميسات عنده 5 نقاط، كاكسبو 2 نقاط، وسيد سليمان 2 نقاط. حنا هدفنا هو الصعود، نربحو هاد المقابلة يكون عندنا 10 نقاط، ومن ثم يكون خير إن شاء الله.